النوتيلا سعرها مميز جدا في تركيا، يعني العبوة دي 630 جرام، سعرها أقل تقريبا من 3 دولار فقط. ويا صباح الفل من تركيا، كالعادة بحاول كل فترة أشارك معاك وآخر الأسعار في تركيا، لأن الأسعار فعلا في تغير مستمر. حابب خلال فيديو النهاردة تتعرفوا معايا على أشهر وأرخص سوبر ماركت موجودة هنا في تركيا، سوبر ماركت اسمه بيم. بيم سلسلة تجارية كبيرة جدا هنا في تركيا، يعني في أي منطقة سكنية هتلاقي ليهم فروع، وفي الدول العربية حاليا كمان ليهم فروع في مصر والمغرب. حاليا هبدأ رحلتي معاك وداخل سوبر ماركت بيم. حابب تتعرفوا معايا على الأسعار، أسعار المواد الغذائية في الوقت الحالي هنا في تركيا. العيش أو الخبز الإكمك دي 4 ليرة، ده من سنة تقريبا كان ممكن سعره 1.5 ليرة أو 2 ليرة، حاليا السعر وصل لي 4. التوست من أهم الحاجات هنا في تركيا، بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا. سعر التوست زي ما انتم شايفين 11.5 ليرة. في بيم هتلاقي تقريبا كل حاجة موجودة، يعني بيكون في بعض الماركات الخاصة ببيم نفسها، يعني تشوفوا هنا الكولا أو الكوكاكولا دي 2.5 لتر ب18.5 ليرة. نفس الحجم لكن براند تانية أو ماركة تانية اسمها ليكولا ب14.5، دي ماركة محلية يعني أو تركية. نفس الوضع أيضا للنسكافيه مثلا، هنا ده 29.5 ليرة. الماركة اللي هي المحلية ب21.5. ففي منتجات كتير بيكون فيها توفير يعني لو هتختار الماركة المحلية. النوتيلا من الحاجات اللي بيكون سعرها مميز جدا هنا في تركيا، دي 630 جرام ب51.5 ليرة. زي ما قلت لكم يعني بالنسبة للشوكولاتة هتلاقي هنا النوتيلا، في ماركات تانية هتلاقيها تقريبا بنص السعر لكن بتكون ماركات تركية صناعة محلية، دي 400 جرام ب24.5. هنا سعر البن، دي ماركة اسمها مهمد افندي، من افضل الماركات ومشهورة جدا في تركيا، 100 جرام ب17.5 ليرة. انا بحب جدا نوع القهوة دي ياكوب، 100 جرام سعرها حاليا ب44.5، سعرها مرتفع شوية. هنا العسل الابيض ده تقريبا ده 33.5، 325 جرام، دي ماركة تركية ايضا. بالنسبة لسعر المية هنا في تركيا، الازازة او هما 5 لتر ب7.5 ليرة، الازازة العادية دي اللتر ونص ب3 ليرة، والازازة الصغيرة اللي الناس بتشتريها من الشوارع ب5 ليرة، دي في السوبر ماركت هنا ب1.5 ليرة فقط، يعني دي سعرها 1.5 ليرة، لان في الشوارع او في الاماكن السياحية تقسيم واستقلال وكده تتباع ب5 ليرة. هنا في بيم سعر كيس المكرونة 500 جرام ب5.25 ليرة، الأنواع دي كلها ب5.25. في أنواع تانية ممكن سعرها بيكون أعلى شوية، يعني دي ب9.25، براند أو ماركة اسمها فيليز. طبعا الجودة مقابل السعر زي أي مكان في العالم. بالنسبة لسعر كيس الرز هنا، الكيلو الكامل ب17.25، في العدس الأحمر ب21.90،
الفاصوليا من اهم الاكلات اللي بيعملوها هنا في تركيا. سعر الكيلو ب 27.75. فزي ما انتم شايفين يعني في بيم كل شيء تتخيله ليه علاقه بالاكل هتلاقيه موجود، وبيكون في ماركات تكون فعلا سعرها رخيص جدا، مش بتكون موجوده فقط هنا في بيم. يعني شوفوا الكاتشب ده كيلو كامل ب 19.5، المايونيز ب مكتوب 39.5 اللي هو الكيلو الحجم الكبير. الاندومي حاليا الواحده ب 4.5 ليرة، يعني ب 4.5 ليرة. بالنسبة لأسعار المكسرات هنا، الفستق دي 150 جرام ب 29.5، الكاجو 150 جرام أيضا ب 34.5، التمر كمان من الحاجات الغالية جدا هنا في تركيا، ده ربع كيلو 250 جرام ب 29.5. فالمكسرات تعتبر اسعارها مش رخيصة في تركيا. حابب اخد معكم جولة كمان في السكشن الخاص بالخضار والفاكهة. كيلو الطماطم ب 11.90، البصل ب 94، الليرة 90 قرش على فكرة، الفلفل الاخضر ب 18.5، البطاطس ب 95، الخوخ حاليا سعره ب 11 ليرة تقريبا، اسعار الزيت يعني حاليا زيت الزيتون هنا في ماركة سعرها 65.5، ده سعره 65.5 ليرة لتر كامل. الزيت النباتي ب 35.5، يعني تقريبا حدود نص السعر. بالنسبة للجزء الخاص بالسناكس هتلاقي يعني هنا دوريتوس ب 11.5 ليرة، في هنا برينجلز ب 29.5 ليرة، ده يعتبر سعر مرتفع جدا في تركيا. بالنسبة لي أسعار الدجاج، الكيلو ب 32.90 اللي هو الدجاج او الفرخة الكاملة، في هنا البون فلي او الدجاج المخلي ب 66.90، بالنسبة لي اللحوم يعني اللحمة اللي هي المفرومة ده 400 جرام ب 43 ليرة تقريبا، شوفوا هنا كمان بيكون في حاجات زي كفتة جاهزة على الطبخ مباشرة، دي 400 جرام مكتوب هنا سعرها 45.5 ليرة. مكعبات اللحمة كمان اللي هي للخضار السوتيه وكده 400 جرام ب 55.5 ليرة، يعني الكيلو ممكن في حدود 140 ليرة. موجود في تركيا انواع مختلفة من الجبن،
هحاول اقول لكم بالظبط المتوسط للكيلو في الوقت الحالي، يعني دي مثلا 250 جرام ربع كيلو، سعرها 27.5، يعني الكيلو في حدود 110 ليرة. بالنسبة للجبنة البيضة مثلا دي 600 جرام، سعرها 59 ليرة، يعني سعر الكيلو 98 ليرة تركية. سعر الجبنة اللي هي المثلثات مثلا دي ب 11 ليرة ونص. سعر البيض في تركيا حاليا مرتفع جدا، ال 15 بيضة ب 32.5 ليرة، والكرتونة الكاملة 30 بيضة زي ما انتم شايفين ب 54.5 تقريبا. بشكل يومي سعر البيض بيرتفع ليرة او نص ليرة، الاسبوع اللي فات كان ممكن ب 47، بعد كده وصل ل 50، حاليا وصل ل 55. هنا موجود ايضا في بيم حاجة زي فرن او بيعملوا مخبوزات، سعر الصينيت هنا ب 3.75، لكن حجمه صغير جدا. هنا الحاجات دي ب 7.5 الكيك، هنا البوريك بالبطاطس بالجبنة بالسبانخ ب 4.5 ليرة، لكن في حاجات كتير يعني بتكون طعمها حلو جدا. يعني انا شخصيا بشتري من البوريك ده اللي هو البطاطسلي بالبطاطس، بيكون فعلا طعمه جميل جدا. يعني تشوفوا الماركة دي اسمها داريا، فيها عبوتين 2 في 160 جرام ب 34.5. في ماركة تانية جميلة جدا من حيث الجودة اسمها داردانيل، 2 عبوتين 2 في 135، لكن السعر اغلى، يعني من حيث الحجم اصغر لكن السعر اغلى 52.5. فهي دي الميزة في بيم، يعني في منتجات تلاقي السعر بتاعها ممكن منخفض شوية، في نفس الوقت متوفر الماركات ممكن اعلى من حيث الجودة. سعر لتر اللبن هنا في بيم، دي ماركة موجودة فقط في بيم هنا اسمها دوست، ده ب 9.5 ليرة. في ايضا نفس الماركة ب 11.75 تقريبا، على حسب ده خالي من الدسم او لا. كيس الملح ب 3 ليرة ال 750 جرام، ده كان دايما بليرة لكن بعد ارتفاع الاسعار بقى 3 ليرة. السكر هنا ال 2 كيلو سكر ب 51.5. الحمد لله انا شخصيا منقطع عن استخدام السكر من اكتر من سنتين تقريبا. بيم ناس كتير بتعتبره هنا في تركيا ارخص سوبر ماركت للمواد الغذائية. وهذه كانت جولة النهاردة في سوبر ماركت بيم. زي ما قلت لكم ده يعتبر واحد من اشهر وارخص السوبر ماركت الموجودة هنا في تركيا، وزي ما شفتوا يعني في منتجات تكون اسعارها ممكن مرتفعة شوية، لكن في منتجات خاصة بماركة بيم او بسلسلة التجارية البيم تكون اسعارها مناسبة للجميع. معلومة كمان مهمة لازم تعرفها، ان الحد الادنى للاجور في تركيا في العام الحالي 2022 5500 ليرة تركية، لان في الاول وفي الاخر الاسعار بتكون نسبة وتناسب مع مستوى الدخل لكل فرد في كل دولة على مستوى العالم. فالحد الادنى للاجور هنا في تركيا 5500 ليرة تركية. في النهاية اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، لو عندك اي اسئلة او استفسارات ممكن تسيبها في التعليقات الموجودة تحت الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. شكرا جزيلا على المشاهدة.